الحمد لله فيه كثير من المبادرات. المبادرة اللي طلق الزميل مترشح إبراهيم ولدي، واللي ملي طلق حمد المامي وملاي العيون طلق ملي مبارك الكوري، هذه في الحقيقة أنا أرحب بهذه المبادرة. كل هذه المبادرات نرحب بها، ولاحظت ملي عن كثير من المحامين مرحبين بها. من اللي نحن نعرفه لم شملنا، ونعرفهم اللي تجاوز كل الصعوبات اللي نقد نواجه. وقطعا عني شخصيا اهمل كل هذه المبادرات اللي نعرف عنها منطلقة اساسا من الحرص على لم شملنا، الحرص على ان تظل القضية فيما بيننا ونسويها فيما بيننا، والتطبيق السليم للنصوص القانونية